الحلقة الختامية لآخر موسم من أرب آيدل كنت ضيف الختام. صحيح. ولفت نظري وأنت تغني أغنية والله ما يسوى على البيانو. صحيح. لما جيت لمقطع بس حساف الموت عملت حركة براسك تأثرت فيه، وبعدين لما جيت لكلمة الموت بعت عن الميكروفون. يعني إيه. شحت بوجهك في أكثر من مرة تحاول تبتعد خاصة في هذه الكلمة. تخاف من هالكلمة؟ لا ما خاف من الموت، ما أبي أذكره لأنه دائما ما يكون يعني مثل ما يقولون يذكرك بأشخاص فقدتهم أو أنت عايش الحين من غيرهم. فمعنى الأغنية يعني كتبت في وقت معين، يعني كتبتها ولحنتها في وقت معين وكان لها وقع خاص، فالناس حبتها وأنا مضطر أني دائما ما أرددها قدام الناس ودائما ما أني أكون متواجد معهم. لك كل شخص أكيد أنه له ذكرى وله يعني شخص يعز عليه مش موجود معاه، فدائما ما أكون متواجد بالأغنية مع الناس، هذا واحد. ولكن فعلا مثل ما ذكرت أنت ما شاء الله عليك مركز أني ما أبعد من الميكروفون عند الكلمة هذه. تتحاشى نوعا ما. والله ما يسوى أعيش الدنيا دونك، لا ولا تسوى حياتي بهالوجود، دامك انت اللي رحلت وكيف بصبر عالوعاد بنثر هالورود على البعاد وكيف بنثر هالورود، ما وعدتك تقاسمني المحبة تبقى لي حب وندرو بس حسب كان أقرب وأرحم حسبي الله وحده نعم الوكيل حسبي الله وحده نعم الوكيل روح أنا راضي بغيابك يا حياتي شمعة تضوي وتشرق حياتي انطفيت في وقت الماضي انطفيت ورحت في وقت المغيب والله ما يسوى ما يسوى عيش الدنيا شكرا.